لكن عشان ندخل في التفاصيل اكتر محتاجين كمان في فقره ترند اونلاين عبر السكايب نروح الى فيليلا موندونو من خلال فقره السكايب، وبالتاكيد احد الاعلاميين في شبكه اس اي بي سي الاعلاميه في جنوب افريقيا، عشان نتكلم معاه على تعيين بيتسو موسيماني، وتحديدا فيليلا من الناس المقربه جدا من بيتسو موسيماني، ويمكن كان مستمر معاه على مدار 14 سنه في متابعه اعلاميه مع بيتسو موسيماني، سواء مع منتخب جنوب افريقيا البافانا بافانا او حتى مع سان داونز. فيليلا موندونو، مساء الخير عليك وبرحب بيك على شاشه قناه الاهلي. مساء الخير للريد ديفلز ولكل محبين الاهلي ومتابعين قناه الاهلي تي في. طبعا في البدايه عايز اكلمك على حياه بيتسو موسيماني، حياته كلها كره قدم يا فيليلا. نعم، انظر، كوتش بيتسو ياتي من باك جراوند قوي كرويا ككوره، وعمامه الاثنان لعبوا لفرق كبيره، ومنذ سن منذ حداثه سنه لعب لفريق الكوزموس ثم انتقل الى سان داونز. اكيد فيليلا موندونو، بالتاكيد عايز اتكلم معاك على مدى تفاعل الإعلام في جنوب إفريقيا مع حسابات الأهلي على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة، واهتمامكم حتى بمتابعة تدريبات أو مباريات الأهلي. نعم حقا، الناس الآن في جنوب أفريقيا تتابع موضوع الأهلي، ولكنه ليس موضوع جديد علينا، نحن نتابع أخبار الأهلي منذ سنين، وهو منذ أن انتقل إلى الأهلي كوتش بيتسو الأسبوع الماضي بعض منا دخل على حسابات الأهلي وأصبحنا متابعين لصفحات الأهلي، إلا أن طبعا التغير الذي حدث في ساوث أفريكا منذ انتقال كوتش بيتسو إلى الأهلي زاد من حبنا ومن انفتاحنا على محبي على الأهلي، وأصبحنا كلنا محبين للنادي الأهلي كأفريقيين، وأعتقد أن زادت عدد المتابعين بعشرات الألاف، وبالتالي ما هو وهو ما يعكس اهتمام الأفريقيين ككل وجنوب أفريقيين خاصة بالأهلي في الفترة الحالية.